أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. هل دي جملة معناها أن في طامعين؟ هل دي جملة معناها أقف عند حدك؟ أنت لك خط معين ما تتعدهوش لا في الحوار ولا في الوقت ولا في المكان؟ بالفعل مصر سياستها الخارجية ثابتة راسخة فيما يتعلق بحفاظها على حدودها وعلى سيادتها الوطنية. هذه الحدود متوارثة منذ آلاف السنين، لا أحد يستطيع أن يفتئت عليها أو أن يعني يقول في خواطره هذه الهلاوس السمعية والبصرية. كانت كلمة الرئيس السيسي واضحة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الحدود وعلى الأمن القومي المصري وعلى أنه خط أحمر. أيضا سياسة مصر ثابتة راسخة فيما يتعلق بفكرة الإنسانية. الإنسانية كل لا يتجزأ، يعني الإنسانية لا تمنح فقط للأجنبي دون الغزاوي دون الفلسطيني، الإنسانية للكل. الإنسان هو الإنسان. خروج الأجانب يلزم أن يكون بالتوازي مع إدخال المساعدات الوطنية، لأن الإنسانية كل لا يتجزأ. بص، الدولة المصرية دولة عريقة رائدة في كل توجهاتها وفي كل سياساتها. حتى أن ما حدث في 7 أكتوبر هو ما قامت به الدولة المصرية في 6 أكتوبر منذ نصف قرن. يعني الروح هي الروح المصرية، المعجزة هي المعجزة المصرية. مصر هي المتبوعة في نجاحاتها وفي انتصاراتها العسكرية، وتتبعها نجاحات الإخوة الأشقاء. أيضا مصر الرائدة في السلام. نهاية هذه الحرب ستضع الحرب أوزارها بعد أن يعني لحقت بإسرائيل هذه الهزيمة المريعة. وفي النهاية سيكون هناك جلوس على مائدة التفاوض كما جلست مصر وأبرمت اتفاقية السلام. إذن مصر رائدة في الحرب، رائدة في النصر، رائدة في تحقيق المعجزات وعبور المانع الصعب وإزالة خط بارليف وإقامة رؤوس جسور على الضفة الشرقية من القناة إذا يتبعها المقاومون الفلسطينيون. أيضا مصر رائدة في إبرام اتفاقية السلام، وأيضا طيب من خلال كلامك ده بس عفوا يعني فضل. تأخير الصراع في الفترة الحالية معناها إيه يا أستاذ طارق؟ تأخير الصراع، حل الصراع عفوا يعني. تأخير حل هذا الصراع، تأخير هذا الصراع أستاذ طاهر، سؤال في منتهى الأهمية. تأخير نتيجة الآتي، أن الإسرائيلي لماذا يقدم على السلام؟ لماذا يقدم يعني السلام على طبق من فضة؟ لابد أن يرى هذه القوة. جلس الإسرائيلي مرغما ورغما عن أنفه قام برد أراضينا الحبيبة سيناء لانتصارات أكتوبر. أيضا بعد هذه المعجزة في 7 أكتوبر سيسقط نتنياهو وستسقط هذه الحكومة المتطرفة وسيجلس مع الفلسطينيين. ما قام به المقاوم الفلسطيني سيرغم الإسرائيلي على عدم التسويف والإرجاء والجلوس، لأن الإسرائيلي اكتشف أنه لا استقرار ولا أمانة إلا برد الحقوق لأصحابها. إسرائيل يعني الرئيس السادات عندما قام بهذه المبادرة التاريخية، وليت العرب يعني تبعوه منذ عقود لكان المشهد مختلفا أو جد مختلف، ولكن الرئيس السادات أكد على فكرة السلام، فكرة تراتيل السلام، تراتيل السلام بالتاء. لكن إسرائيل لا تقوم برد تراتيل السلام بالتاء إلا للقوي. هم يريدون أن يوزعوا على الفلسطينيين تراطير السلام، تراطير الاستسلام، نتيجة ضعف، نتيجة هوان. ولكن عندما وجدوا هذه القوة أتصور أنهم سيرغمون على الجلوس مع المفاوض الفلسطيني.